السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم حبيت أسوي لكم فيديو سريع عن المواقع العلمية اللي تهم الباحث العلمي وشلون أني أربطها سوا. المواقع اللي راح أتناولها اليوم هي الأوركيد، البابلونز، والجوجل سكولر، إضافة إلى بعض المعلومات عن موقع السكوباس. راح نجي على الأوركيد. الأوركيد هو عبارة عن موقع أني ممكن أحصل به هواية معلومات عن الباحث، مثل ما تلاحظون أنه أكثر البحوث العلمية من أني أجي أريد أنشرها بمجلات خاصة، مجلات السكوباس أو المجلات الرصينة. عادة تطلب الأوركيد آي دي اللي هي أني ألقيها هنا، هذه هي الأوركيد آي دي. يوفر لي هذا الموقع الأسماء اللي تخص الباحث. أنا ممكن أكتب اسمي بهذه الطرق، أي بحث ممكن أنا كاتبته بهذا الشكل راح يكون تابع لي، إضافة إلى المعلومات الخاصة بالباحث، مكان العمل، السكولارشيب، الشهادات إلى آخره، والإيميلات كذلك. احنا راح نجي نحكي عن موضوع مهم اللي هو شلون اني انزل الورك مالي. نانا اني اما اتبع هذه الطرق وانزلها، لكن بما انه اني اصلا عندي جوجل سكولار راح ابدي استفاد من الجوجل سكولار واجيب البحوث مالتي واخليها هنا. نجي على الجوجل سكولار، هذا هو الجوجل سكولار الخاص بي. من أجي أنا أريد أسوي import أو export للبحوث، راح أفعل اختيار الأوبشن هذا اللي حيسوي لي select على كل البحوث اللي عندي، أو ممكن أني أضيف آخر بحث. مثلا هذا هو آخر بحث وأنا ما ضايفته لا بالأوركيد ولا بالبابلونز ولا بأي مكان. أسوي selection للبحث، أختار export، أختار bibtex. هذا هو ملف البيبتيكس أو ملف البحث، أسيفه أي مكان ممكن أني أسيفه كtext document. أرجع على الأوركيد، add work، import bibtex. هنا راح يطلع لي خيار اسمه choose file، اختار choose file و اختار الملف اللي اني خزنته اللي هو البيبتيكس واسوي له open. هنا مثل ما تلاحظون راح ينزل لي كل البحوث، مرات يعني هو ينزل كل البحوث اللي اني عندي بالجوجل سكولار. تمام، هذا المستطيل الأخضر هو كل البحوث، فأني أي بحث أريده ممكن أبقي أو أحذفه منه. أقدر أحذف البحوث اللي أني ما أريدها وأبقي بس البحث الوحيد اللي أني أحتاجه. تمام، فلنفرض انه هاي هي البحوث اللي اني اريدها، يا اما ادوس اختيار save all او اخزن بحث واحد. بما ان هي بحثين راح اسوي لها save all. نزلت البحوث اللي عندي الجديدة وانضافت على ملف الاوركيد. شوفوا هسه هنا عندي اني بحثين تكررت، مجرد انه اني امسح واحد من عندهم delete اختفى البحث وبقالي هذا البحث اللي أني أريد أضيفه. هذا بالنسبة لإضافة البحوث من الجوجل سكولار إلى الأوركيد. هسه راح نجي على موقع البابلونز. موقع البابلونز هو موقع يوفر لي العديد من الخيارات والأوبشنز. بما أنه إحنا اليوم بدنا نحكي فقط على البحوث، فأني راح أبدي أضيف البحث بطريقة معينة.
نجي هنا على البابليكيشنز. بالبابليكيشنز من أني أضغط رح يطلع عندي العديد من الخيارات، يا إما أني أدخل البحث المنشور اللي أريده مانيولي ورح يظهر لي هنا، أوكي، أو أعمل import publications. من أعمل import عندي أيضا أكثر من طريقة. هنا الخيار الأفضل إنه أني أسوي synchronization with ARCID. من أضغط هنا راح يجيب لي كل البحوث اللي بأركيد ويضيفها بالبابلونز. Check your publications، رجعني على البابليكيشنز. طبعا اذا انتوا اني بالنسبه لي لانه اني اصلا اوريدي مفعل الاوركيد ويا البابلونز، هي نفس العمليه، تدوسون الامبورت تروحون تسوون سينكرونايزيشن، راح تنزل كل البحوث اللي باوركيد تنزل لي في البابلونز، لانه اني اصلا كنت ضايفه البحوث سابقا، فاكو بحوث تكررت، مجرد انه اخذ البحث المكرر واعمل له ديليت. هذه بالنسبة لربط المواقع الثلاثة هي الأوركيد والبابلونز والجوجل سكولر. بالنسبة للموقع السكوباس، موقع السكوباس من أبحث عن اسمي راح يطلع عندي خيار اللي هو الملف مالي. أحياناً أكو مثلاً ناس عندها أكثر من اسم، فراح يكون هذا اسمها نفسه لكن بغير ترتيبات، ممكن يظهر 1 2 3. شلون أعرف هذا اسمي؟ أني أعرف اسمي شنو، أعرف عدد الدوكيومنتس اللي عندي، أعرف الأفليشيشنز اللي عندي اللي هي University of Technology Iraq. فأني شو سوي إذا عندي حالة تكرار؟ أني كانت عندي سابقا، هسه أني سويته ملف واحد، مجرد أن أضغط المربع مال هذا وأضغط المربع الثاني، هنا راح تظهر لي فد عبارة اسمها ميرج. الميرج يعني شنو؟ راح يسوي دمج للحساب اللي هو حساب التدريسي نفسه اللي صاير حسابين، وراح تندمج البحوث مالته وتنضاف بملف واحد. من أضغط ملف السكوباس راح يظهر عندي هذا البروفايل مالتي. هذا البروفايل راح يكون بالأوركيد مالتي، أنا مفعلة الأوركيد مع السكوباس، كل شيء ينزل بالسكوباس أوتوماتيكياً راح يروح للأوركيد. أوكي، كل المعلومات والتفاصيل مال البحوث راح تظهر عندي بملف واحد. بقت عندي شغلة واحدة، أنا ما عندي ملف خاص بالويب أوف ساينس. البابلونز يشتغل على الويب اوف ساينس. الويب اوف ساينس اذا لقيناه بالبابلونز راح ينضاف هنا علامه رصاصيه او فلاج. هذا الفلاج من هو موجود؟ معناها هذا البحث هو كلاريفيت وعلى الاكثر ايضا سكوباس. فاذا البحث موجود بكلاريفيت وبسكوباس يعني راح يكون عندي حيكون عندي العلامة ظاهرة هنا قبل اسم البحث. بما أنه أنا ما عندي Web of Science فما عندي هاي العلامة، لكن هي كل البحوث اللي أنا مشتغلتها أو ناشرتها راح تنزل عندي بالPublons، محلية، عالمية، Scopus أو Web of Science. هذا بالنسبة للPublons. إلى هنا راح أختم المحاضرة، حتى تكون محاضرة قصيرة وسهلة. إن شاء الله نلتقيكم بمحاضرات إضافية ثانية تخص هذه المواضيع. شكراً.